يقول ابن القيم رحمه الله في الدعاء، يقول إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع يستجيب الدعاء، فقد تتوفر الأسباب ولا تنتفي الموانع، مثل توفر الأسباب، مثل أن يرفع يديه في الدعاء، مثل أن يتحين أوقات يستجاب فيها الدعاء، مثل أن يثني في مقدمة دعائه على الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة. كل هذه أسباب لإجابة الدعاء، لكن يشترط مع توفر هذه الأسباب أن تزول الموانع، فلو أتى بهذه الأسباب ووجد مانع لم يحصل له إجابة دعاء. من أمثلة موانع الدعاء أن يأكل المال الحرام، كما جاء في صحيح مسلم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد أشعث أغبر، يعني هذه حالة احتياج، ثم قال يمد يديه إلى السماء ويثني على الله يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. نعم، جاء مصرحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم المسافر، ثم هو في سفر وأشعث أغبر محتاج إلى عون من الله عز وجل، كأن حالته تشبه حالة الإضطرار وإن لم تصل إلى حالة المضطر.